بدي فيك مستقبل عائلتنا وبعمر اللي جاي رح يمحالي مدى الحياة إذا شي مرة استعملت العنف بحقي أو بحق أولادي. ما عادت قصة مقبولة بالقوة تتحكم فيها، شي مش مقبول. مين قال عنها ضعيفة؟ مين قال؟ حرام العنف ضد النساء، حرام حرام. مش هيدي هي الرجولة، لا لا، ولا هيدي هي البطولة، لا. عالأم اللي بتربي بحنان، بتربي بحنان، بتربي بحنان، حنان. انت بإيدك حقك، انت مش ملك الرجال. شو ما صار مهما كان، بالعالي معوكي علي صوت، علي صوتك وين ما كان. حقك ما بيروح ضيعان. مش هيدي هي الرجولة،
لا لا، ولا هيدي هي البطولة، لا، على الأم اللي بتربي بحنان، بتربي بحنان.